94% من أطفال لبنان من دون تغذية كافية. عودة سفراء الخليج إلى بيروت. البنك الدولي يطالب مصرف لبنان بتوفير المال لتشغيل دير عمار كشرط للغاز المصري. غادة عون أمام التفتيش القضائي للسفر من دون إذن. أنونيموس في قلب الكرملين. أهلا بكم. على من تقع المسؤولية؟ وهل من ضمير حي؟ 94% من الأطفال الصغار لا يتلقون التغذية التي يحتاجونها في لبنان حسب تقرير اليونيسف، بينما يعاني أكثر من 40% من النساء والأطفال دون سن 5 من فقر الدم. ولأن الدم لا ينقلب ماء، قررت دول الخليج العودة إلى لبنان في مرحلة علاقات جديدة بعد مغادرة السفراء وبعد المذكرة الكويتية التي وضعت باسم دول الخليج العربي. إذن عاد أمس سفراء السعودية والكويت واليمن إلى بيروت لاستئناف مهامهم الدبلوماسية، على أمل بأن تؤسس هذه العودة الخليجية العربية لمرحلة جديدة من الأمل والثقة بمستقبل لبنان العربي الهوية والانتماء، كما عبر مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في معرض ترحيب بالقرار الخليجي، مشددا في المقابل على وجوب التزام الدولة اللبنانية بتحقيق الإجراءات استجابة وتجاوبا مع المبادرة الكويتية الخليجية. ونشر السفير السعودي وليد البخاري صورة تجمع علمي لبنان والسعودية في خطوة لافتة تؤكد العودة الخليجية إلى بيروت، واعتبرت التعليق الأول للبخاري الذي واكب عودته. طالب البنك الدولي لبنان بتوفير مبلغ 78 مليون دولار لمؤسسة كهرباء لبنان، وذلك لتشغيل وصيانة معمل دير عمار ليكون جاهزاً لاستقبال الغاز، وذلك كشرط أولي لتوقيع اتفاقية استجرار الغاز المصري. ويشترط البنك الدولي أيضاً اعتماد سعر الصرف الرسمي لتحويل المبلغ المتراكم لمصلحة المؤسسة لدى المصرف المركزي والبالغ 400 مليار ليرة، وذلك قبل منتصف الشهر الجاري، كون اعتماد سعر منصة صيرفة لن يوفر إلا 18 مليون دولار أمريكي، وهو مبلغ أقل بكثير من المبلغ الذي وافق عليه مجلس الوزراء والذي تحتاج إليه المؤسسة للحفاظ على عملياتها بشكل جزئي. أما الشرط الثاني الذي وضعه البنك الدولي فيقضي بإنشاء البنك المركزي آلية تتيح لمؤسسة كهرباء لبنان الوصول بشكل منهجي إلى الدولارات من حسابها الفردي لتحصيل الفواتير، والذي من المتوقع أن يكون مقوما بالليرة اللبنانية. وشدد البنك الدولي على أن هذه الآلية يجب أن تكون خالية من المراجعة التعسفية، وأنه يجب أن يقترن مؤشر تعرفة الكهرباء بالنقد الأجنبي كما هو مذكور في خطة الكهرباء، مع قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على تحويل الليرة اللبنانية إلى الدولار الأمريكي بشكل منهجي وبسعر صرف يعكس واقع السوق. القاضية غادة عون في قبضة التفتيش القضائي والتهمة السفر إلى باريس من دون إذن رؤسائها. السبب الثاني قولها للإعلام أن رئيس الهيئة الاتهامية القاضي بيير فرانسيس خاف وأجبن فتنحى عن ملف رياض ورجا سلامه وشركائهما. عون أعلنت أنها أبلغت وزير العدل ومدعي عام التمييز بأنها تلقت دعوة للمشاركة في لقاء في مجلس الشيوخ الفرنسي. وزير العدل هاري خوري طالبها بإرسال نسخة من الدعوة فلم تفعل، وغسان عويدات تمنى لها التوفيق وقال لها الله معك. أما بموضوع القاضي فرانسيس فاعتذرت عون عن اتهامها له بالجبن والخوف، وكتبت في تغريدة: إلى كل الذين أساءوا فهمي عندما قلت إن أحد القضاة قد خاف وتنحى، أقول إن القاضي فرانسيس هو من أنزه وأفضل القضاة، وأنا أجله وأحترمه وأعتذر منه إذا كان هذا الأمر قد أزعجه. النشرة مستمرة وفيها بعض الفاصل. انتخابات الخارج مهددة.
وإلى الفقرة الخاصة بالانتخابات. صوت صح. حذر وزير الخارجية عبد الله أبو حبيب من أن الانتخابات الاغتراب المقررة في 6 و8 أيار ستكون مهددة ما لم يتم التحرك العاجل للمعالجة، بعدما طلب من الأمم المتحدة والدول المانحة المساعدة في سد النقص المالي من دون أن يلقى أي تجاوب عملي حتى الساعة. وطلب أبو حبيب كوزارة خارجية موازنة مقدارها 4.5 مليون لتنظيم الانتخابات في الخارج، إلا أن الدولة خصصت للخارجية 3 ملايين دولار وهي غير كافية وليست جاهزة للصرف الفوري. وبين الصعوبات اللوجستية أيضا نقل صناديق الاقتراع ذهابا وإيابا بسبب عجز الدولة عن تسديد الدولار الفريش والنقدي حسب ما أعلن أبو حبيب للجمهورية. بعبدة تنتفض لائحة سيادية تخوض رهان 15 أيار. مروان الأدوم والتفاصيل. بعبدة تنتفض لائحة ثورية تغييرية أطلقت اليوم من نادي الصحافة لتخوض معركة السيادة في قضاء بعبدة، حيث قدمت مرشحيها الأربعة العميد المتقاعد خليل الحلو، الناشط السياسي نعيم عون، الناشط السياسي رمزي كنج، ومرشح القمصان البيض الدكتور جان بويونس. هذه اللائحة الأقرب في هذا القضاء إلى الثورة والمجموعات التغييرية، تلا بيانها العميد خليل الحلو الذي اعتبر أن السيادة الوطنية هي رأس أولويات هذه اللائحة. تشكلت لائحة بعبدة تنتفض معتمدة الوضوح في الرؤية الوطنية ومرتكزة على عنصرين أساسيين غير قابلين للمساومة، وهما معالجة جدية وحاسمة لكل سلاح خارج شرعية الدولة، والتغيير الفعلي من خلال استعادة الدولة لسيادتها الكاملة ومن خلال الإصلاح ومواجهة المنظومة الحاكمة المبنية على الفساد والمحاصصة والتسويات على حساب السيادة الوطنية. هاتان الركيزتان بدورهما تعتمدان على عمل حثيث وجاد، هذا الفيتين نعمله، على عمل حثيث وجاد تشريعي وتنفيذي ضمن المؤسسات الدستورية وغير القابل للمساومة لإيجاد حل وطني جذري لبناني حاسم لسلاح حزب الله. المرشح على المقعد الماروني الناشط السياسي نعيم عون شدد على التضامن في هذه اللائحة، مؤكدا أن الثوابت الوطنية هي التي تجمعهم. اليوم عم نرسم وطن عقياس عذاباتنا ونضالنا وأحلامنا وثورتنا. ما في حدا يتزعم هالثورة بلبنان، ثورة بتتزعم أبنائها وكلنا نقطة بمسارها، وبعبدة تنتفض هي بداية المسار. للأسف أغلب السياسيين بلبنان فاتحين تكاكين بيبيعوا الكذب وبيشتروا خضوع الناس، ونحن قررنا لا نبيع ولا نشتري، إنما قررنا نشبه مبادئنا. المرشح على المقعد الشيعي في دائرة المتن الجنوبي رمزي كنج أكد أن هذه اللائحة تشكل قيمة وطنية في ثوابتها وتضامنها. الدكتور جان بويونس ابن حمانة المرشح على المقعد الماروني من قبل القمصان البيض اعتبر أن من يصل من هذه اللائحة تصل معه مبادئ كل اللائحة. من نادي الصحافة مروان الدوم، صوت لبنان. 37 مؤسسة إعلامية رخصت لها هيئة الإشراف على الانتخابات للمشاركة في الدعاية والإعلان الانتخابيين المدفوعة الأجر، ونبهت إلى أنه يمنع على أي من الوسائل التي لم تتقدم بتصريحها في خلال المهلة القانونية القيام بأي نشاط إعلاني أو دعائي خلال الفترة الانتخابية. صوت صح. النشرة مستمرة وفيها بعض الفاصل. فيلق القدس إرهابي بإصرار أمريكي. أهلا بكم من جديد إلى مستجدات الحرب الروسية على أوكرانيا.
قراصنة أنونيموس يخترقون نظام التلفزيون المغلق التابع للكرملين. التفاصيل كاملة في هذا التقرير. كشفت مجموعة أنونيموس أن قراصنة مرتبطين بها اخترقوا نظام التلفزيون المغلق التابع للكرملين وهددوا بالكشف عن أسرار كثيرة. وقالت المجموعة على تويتر إن قراصنة بلاك رابت وورد تمكنوا من السيطرة على نظام الكاميرات في الكرملين، ونشر الحساب لقطات تظهر موظفي الكرملين وهم يمارسون مهامهم بحسب ما أكدت المجموعة في تغريدتها. وكتب حساب أنونيموس على تويتر إن قراصنة بلاك رابت تعهدوا بعدم التوقف حتى الكشف عن جميع الأسرار، وتوعدوا موسكو نحن في القصر في إشارة إلى الكرملين. ميدانيا أعلنت سلوفاكيا الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي أنها زودت أوكرانيا بمنظومة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز S-300 الروسية الصنع. دبلوماسياً أعلن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على ابنتي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى جانب أكثر من 200 شخص آخرين كجزء من حزمة عقوبات على روسيا عقب غزوها أوكرانيا، ويواجه المدرجون على القائمة الأوروبية التي تتضمن أيضاً 18 شركة مصادرة أصولهم وحظر سفرهم إلى دول الاتحاد الأوروبي 27. وكانت دول الاتحاد قد وافقت على إدراج اسمي كاترينا تيخونوفا وماريا فورونتسوفا ابنتي بوتين من زوجته السابقة لودميلا في قائمة العقوبات. وفرضت بريطانيا والولايات المتحدة أيضا عقوبات على ابنتي بوتين وابنة وزير الخارجية سيرجي لافروف للاقتصاص من نمط الحياة الباذخ للأوساط المقربة من الكرملين. ومن أخبارنا العامة أيضا، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس بايدن قرر إبقاء فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني على لائحة المنظمات الإرهابية. أعلنت السعودية رفع عدد الحجاج لهذا العام إلى 1 مليون حاج من داخل المملكة وخارجها، في زيادة ملحوظة بعد أن أجبر انتشار فيروس كورونا قبل عامين السلطات على تقليص عدد الحجاج بشكل كبير. واتخذت المملكة عددا من الإجراءات من بينها استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات كوفيد-19 وتقديم نتيجة فحص سلبي PCR لفيروس كورونا. والآن إلى الصفحة الرياضية مع رومان طنوس. نبدأ أخبارنا الرياضية، وضمن الأسبوع العشرين من فعاليات الدرجة الأولى ببطولة لبنان لكرة السلة، فاز فريق الشانفيل بنتيجة 85-59 وبفارق 26 نقطة أمام فريق هوبس على ملعب ميشيل المر. وضمن الأسبوع الخامس من التصفي النهائي للأندية الأوائل بالدور اللبناني لكرة القدم، تعادل العهد مع البرج 1-1 على ملعب فؤاد شاب بجونيا، كما تعادل الأنصار بنتيجة 2-2 مع شباب البرج على ملعب صيدا. ومن مباراة تانية فاز شباب الساحل على التضامن صور بنتيجة 2-0، فيما فاز الإخاء الأهلي علي على الصفاء 2-1. إلى ذلك وببطولة إسبانيا المفتوحة، أحرز لاعب نادي المونلسال بالتيكواندو ري الراعي الميدالية البرونزية بوزن فوق 87 كيلوغرام. وبأخبارنا أيضا، غادرت بعثة منتخب لبنان لكرة القدم الشاطئية إلى دبي، حيث ستقيم 3 مباريات استعدادا لبطولة غرب آسيا الشهر المقبل بالسعودية. ننتقل أخيرا إلى الأحوال الجوية. الجو اليوم غائم جزئيا، درجة الحرارة القصوى 20 درجة، ورياح غربية جنوبية بسرعة بتتراوح بين 10 و15 كيلومتر بالساعة، نسبة الرطوبة 74%. بكرة منشهد ارتفاع بدرجات الحرارة بشكل بسيط، وبتسجل الحرارة 22 درجة أقصاها و16 أدناها.
تنين الجو بيكون مشمس بصورة كلية مع درجات حرارة بتسجل 20 أقصاها و15 أدناها. تلاتة بتنخفض الحرارة شوي وبتسجل 18 درجة أقصاها و12 أدناها. الأربعة الجو بيكون صافي بأغلب الأحيان مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة يلي بتتراوح بين 19 درجة و14 درجة. النشرة انتهت. تابعونا عبر موقعنا vdl.me ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا Voice of Lebanon 100.5 وعلى الابليكيشن. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.